مساء الخير حلقة جديدة من هاشتاغ سياسي هذه الليلة مع معالي الوزير السابق الأستاذ غازي العريدي مساء الخير معالي الوزير وشكرا لاستضافتك لألنا وشكرا لوجودك معنا شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم نتشرف فيك معك رح نتناول موضوعين رئيسيين أولا حرب غزة وهي عمليا أكثر من حرب غزة قد تكون أكثر من ذلك بكثير ماذا تعني هذه الحرب بالنسبة إلينا نحن كعرب وهل كانت عمليه طوفان الاقصى قرارا صحيحا صائبا لابد منه ام انها مغامره ادت الى كارثه انسانيه؟ كيف نقيم هذا هذه الحرب؟ كيف نحولها الى اخر الحروب الفلسطينيه الاسرائيليه؟ كيف تنتهي؟ وهل تؤمن بانه حقيقه في ايامنا هذه سوف نشهد ولاده دوله فلسطينيه مستقلة قابلة للحياة موضوع تاني مع الوزير انعكاسات الحرب على لبنان قرار 1701 وضع الجنوب قرار الحرب والسلم انخراط حزب الله ومساهمته بانخراط فصائل فلسطينية مسلحة على الأراضي اللبنانية بمناوشات الحدودية المعروفة وصول لبنان إلى حافة الحرب لبنان كاد يقع بحرب بهذه الأسابيع الماضية احتمالات المستقبل بالنسبة لي إذا استؤنفت الحرب على غزة بدنا نحكي أخيرا بسرعة عن الأزمة اللبنانية بضوء الشغور الرئاسي المديد والمواقع الاستراتيجية الأخرى بالدولة اللبنانية اللي هي وعلى رأسها قيادة الجيش المطروحة بقوة كيف ننهي الشغور الرئاسي كيف نحمي الجيش وكيف نعيد شيئا من التوازن إلى الساحة اللبنانية. القسم الأول حرب غزة آخر الحروب بداية مع الوزير ما نبلش عادة بكل حلقة بيكون عندنا فقرة قصيرة هي فيها يعني ما تناولته بعض الوسائل الإعلامية مواقفك أو من المواضيع المتصلة بهذه الحلقة هذه الفقره اسمها زقيق. العالم العربي لن يكون في امان حتى لو وقعت الدول العربيه اتفاقات تطبيع مع اسرائيل. اسرائيل مكشوفه، اسرائيل سقطت امام حماس، لنكن واضحين وصريحين ايا تكن نتائج هذه الحرب المفتوحه حتى الان. والجرائم التي ترتكب من قبل الاسرائيلي برعايه امريكيه مفضوحه. الاعلام يلعب دور اساسي في هذا الامر فما بالك بالاعلام في الذي لديه قضيه لديه ايمان لديه تاريخ في التعاطي مع هذا الاحتلال الاسرائيلي والارهاب الاسرائيلي. الممارسه حتى الان حتى الان لا تزال تبعد لبنان عن هذا الخطر مع التزامه بالوقوف دفاعا عن حقه وارضه وسيادته تهديد الاسرائيلي الدائم باعاده لبنان الى العصر الحجري وتكسير لبنان وعدم التمييز بين الحكومه وبين المواطنين وبين المؤسسات اشاعه من الرعب التنصت اجهزه التجسس عمليات اغتيال نفذت في لبنان من 2006 حتى الان يعني. مع الوزير سبعه اسابيع مرت على عمليه طوفان الاقصى الضربه كانت كبيره على اسرائيل تاريخيا لا سابقه لها لكن الثمن كان كبيرا على الفلسطينيين هل يعني أن هذه الهدنة التي وصلنا اليها هي نهايه الحرب او اوشكت ان تنتهي لا اعتقد ذلك الهدن اهدافها محدده والكلام الاسرائيلي ايضا واضح بأنهم سوف يستمرون في إطلاق النار وبكثافة أكثر وبالعمليات ضد الشعب الفلسطيني في غزة وهم يهددون بالوصول إلى الجنوب وتنفيذ ما نفذوه وبشكل أقصى أيضاً في الشمال بالرغم من أنه نحكى أنه فقدت من زخمة الان الان فقدت من زخمه ولكن هم مصرون وهم يعلمون انها فقدت من زخمها ويعلمون ان تمت نقاشا سياسيا كبيرا اتحدث عن أسرائيل. يعني الاسرائيليين داخل اسرائيل نعم آه يعلمون ان تمت نقاشا سياسيا كبيرا في الداخل الاسرائيلي وعلى المستوى العربي على المستوى الدولي بعمليه تقييم لما جرى حتى الان وما هي الاهداف التي حققتها آه حماس آه عفوا اسرائيل خصوصا عندما ذكروا في البدايه انهم يريدون محو حماس بالكامل وانه ما قبل سبعة 10 ما بعده ليس ما قبله لذلك النقاش كبير حتى الان وواقعيا واقعيا لم تحقق اسرائيل حتى هذه اللحظه اي شيء من هذه الاهداف التي الفلسطينيين. قتل ه... يعني هذا هذا هدف تاريخي للاسرائيلي لالغاء وجود الشعب الفلسطيني بالكامل على ارضه هذا هدف مستمر منذ 48 يعني لكن من الناحية السياسية ما جرى وكما وصفته يعني هو ضربة كبيرة لإسرائيل رد الفعل على المستوى الإنساني على المستوى المدني بالنسبة للناس شيء خطير لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية ولست أنا من يقول ذلك حضرتك ألامي وزميل صحافي كريم مقدر تتابع على الأقل في الأسابيع الأخيرة إذا رصدنا مراكز الابحاث والدراسات والاحصاءات التي نشرت من خلال هذه المراكز، اضافه الى التحولات الكبرى في الاعلام لاننا في البدايه كنا امام سقوط اعلامي كبير وسقوط اخلاقي ثم في مواجهه اكثر اكثر اكثر، الان الدفه تميل اكثر فاكثر الى رأي يعني جانب فلسطين. بالتالي هم يعلمون كل ذلك. والسباق بينهم ايضا هو على من يقود العملية بالمرحلة الثانية بمعنى الذهاب إلى تحقيق الأهداف الأساسية لدى هذه العصابة من المتطرفين من الإرهابيين الذين يحاولون أخذ الأمور في اتجاه ديني وأخذ الأمور في اتجاه غزة ومن على غزة حالة طوفانية يعني, يعني هذا الامر حتى الان لم يحقق اي هدف سياسي بس معالي الوزير يعني اذا بعرف انه لم يحن الوقت بعد انه لتقييم ما حصل لانه هذا ربما المؤرخين ينظروا على تتحدث عن الاسباب او ما حصل حتى الان ما هو بناء على هذا ما تقوله حضرتك هو انه هل كانت برايك آه هذه العمليه عمليه طوفان الاقصى قرارا صائبا وفي مكانه في ضوء الكارثه الانسانيه التي حلت فيما بعد. استاذ علي بالمبدا بتاريخ الصراع مع اسرائيل وخصوصا على الارض الفلسطينيه اي عمل يقوم به الفلسطيني هو في خانه رد فعل على كل هذا هذه المسيره وهذا المسلسل من الارهاب من الجرائم من الاباده الجماعيه التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وسمعنا في الايام الاخيره نحن كنا نقول ذلك بتربيتنا. بنشأتنا السياسية نعم. باطلاعنا بالتزامنا بالقضية الفلسطينية لكن اليوم نحن نسمع أصوات من رؤساء حكومات في أوروبا وفي في العالم من داخل أمريكا نسمع هذا الكلام بمعنى إسبانيا, إسبانيا، طبعاً. مالطا آآ صحيح. آآ إيرلندا سكوتلندا إلى آخره حتى حتى المظاهرات في الدول الأخرى طبعاً. التي أيدت إسرائيل داخل الجامعات الامريكيه في قلب الولايات المتحده الامريكيه، نعم. مراكز الابحاث والدراسات وسائل اعلاميه امريكيه كبرى، هي اليوم تتحدث عن هذا الامر، بمعنى ان الفلسطيني عاش عاش على قاعده انه بالنسبه الى اسرائيل هو كالتالي: الفلسطيني المقبول هو الفلسطيني المقتول. فماذا لدى الفلسطيني؟ ما هي الخيارات التي اعطيت للفلسطيني؟ حماس، فتح، جهاد، منظمه تحرير الى ما هنالك واذا كانت تمت متسع للكلام يعني نتحدث بالتفصيل عن هذه الامور، نعم. لكن ما هي الافاق التي فتحت امام هذا فلسطين؟ ما هو الامل الذي اعطي له؟ ماذا زرع في ذاكره الفلسطينيين في في نفوسهم في عقولهم في قلوبهم؟ كانت جولدا مير تقول الكبار سيموتون والصغار سينسوا بنغوريون قال هذا الكلام وتبنته جولدا مائير نعم. انه الكبار يموتون والصغار ينسون طيب ماذا جرى الان؟ الصغار هؤلاء الصغار أكبر. الصغار هم احفاد الكبار نعم. وغدا سياتي احفاد هؤلاء ومن يبقى وطبيعه الحياه سيبقى ثمه فلسطينيون داخل فلسطين وخارج فلسطين لكن هذا دائما في ذاكرته ما جرى خصوصا هذا الشيء المرعب الذي لا مثيل له حتى الآن أعود وأكرر بتوصيف كل وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والسياسيين وإلى ما هنالك لذلك لا يمكن أن تستقر الأمور وأن يوضع حد لهذا المسلسل إلا باتفاق سياسي يعطي الفلسطيني حقه لكن بموضوع, بموضوع هذه العملية هذه, العملية هذه النقطة الثانية التي سأجيب عليها يعني نعم. أنا انتبهت تماما و وقلت في بدايه الكلام اشاره حول هذا الامر وبكلامك عن انه لم يحن الوقت انا اوافق على هذا الامر لسبب لا احد منا يعلم كيف ولد هذا القرار ولماذا ومن و هذا صحيح. الان كله اجتهادات يكون المهم ما جرى ما جرى وما يجري ثمن كبير نعم ثمن كبير باي معنى الثمن كبير دمروا غزه وقتلوا الآلاف من الناس، أكيد ثمن ثمن هائل يعني مرعب مرعب، لكن النتيجة السياسية تعيدنا إلى ما كنا نقول دائما، والآن استفاق كثيرون عليه لكن دون دون أي موقف عملي اعاده الاعتبار للقضيه الفلسطينيه اعاده الاعتبار للقضيه الفلسطينيه باعتبارها القضيه الوحيده التي لا تزال دون حل والشعب الفلسطيني يعيش حالات الأبرتايد التنز... التمييز العنصري القتل الاجرام الارهاب الضغط ال... الحرمان من كل من ابسط حقوقه في ظل مزيد من الاستيطان في اسرائيل حتى يوم امس يوم امس يوم امس ميزانيه جديده لزياده المستوطنات رغم كل ما يجرى الان ورغم كل النداءات من من العالم حتى من الإدارة الأمريكية بغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي بمعنى الانحياز لمصلحة إسرائيل وإلى لا يستطيع أحد أن يهرب من هذا الأمر طيب من يعطل حل الدولتين او اعطاء الفلسطيني حقه، هل الفلسطيني هو من يعطل هذه المساله؟ ربما طرفين مثل ما بيحكي يحكي هناك تصلب فلسطيني رافض من ضد حل من الدولتين وافقت على حل الدولتين واعلن رسميا حتى اسماعيل هنيه حكى حكيها بعدها باسبوع منذ, نعم؟ منذ, منذ, منذ سنتين قالوا هذا نعم. الكلام عندما بدا استاذ علي بالتأريخ يعني الموضوع الفلسطيني الى حد ما موضوعي بكل عمري يعني اكيد ما عندما بدا الحديث عن مصالحه فلسطينيه فلسطينيه حصل محطتان في هذه العمليه، محطه سابقه بال 2007 بمكي اتفاق مكي برعايه الراحل الفارس العربي الكبير عبد الله بن عبد العزيز، وحصل المحطه الثانيه مؤخرا بالجزائر بمبادره، صحيح. طبعا كان حصل بعض الامور من الاتراك لكن الاهميه الاساسيه خلال هذه المسيره تطور الموقف في حماس إلى الموافقة على حل الدولتين لأن الحديث الدائم كان منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد ومنظمة التحرير لها التزامات ولها آراء و طورت هذه المسيرة طيب وصلنا إلى هنا وقالوا الجماعة نعم لحل الدولتين سابقا مع غير حماس عطلوا حل الدولتين وبموافقة حماس عطلوا حل الدولتين وذهبوا إلى ما يذهبون إليه اليوم ماذا يجري في الضفة لنفترض في أسوأ الاحتمالات في أسوأ الاحتمالات أننا وافقنا المنطق وأنا لست من هذا الرأي يعني بأنه غزة سبب حماس إلى آخره ماذا يجري في الضفة؟ قضم والسلطة الفلسطينية هناك وهل, وهل الاعتداءات والإرهاب الذي يمارس عملية القتل والخطف والسحل والجرف وجرف نصب أبو عمار وكل ما يمت إلى أبو عمار بصلة طيب أبو عمار ماذا فعل أبو عمار؟ أبو عمار ذهب إلى أصله واتفق مع الإسرائيلي اتهم من قبل الفلسطينيين بعض الفصائل الفلسطينية وبعض الدول العربية، بأنه تنازل بأنه قدم بأنه ذهب بعيدا مع الإسرائيلي، ماذا فعلوا مع أبو عمار قتلوا أولا رابين الإسرائيلي لأنه جنح نحو السلام ثم, ثم أبو قتلوا أبو عمار أبو أبو أبو. 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 أبو نعم. وبالتالي هذا الفلسطيني يدرك أن المسألة ليست مسألة هذا الفصيل أو ذاك هي مسألة الأرض هي مسألة الحق هي مساله التاريخ، هي مساله الوجود، هل نبقى على هذه الارض؟ هل يحق لنا ان نبقى على هذه الارض؟ هل يحق لنا ان يكون لنا دوله مستقله؟ هل يحق لنا ان نعيش حياه طبيعيه بكرامه؟ هل يحق للام الفلسطينيه ان تشعر انها ام ولا تهان امام بناتها وتهدد بالاغتصاب بشكل دائم؟ هل يحق للرجال بان يعملوا للمبدعين، للفنانين، للمثقفين، للاساتذه، والشعب الفلسطيني في عدد كبير وهائل وهائل. من العلماء والخبراء والطاقات في كل المجالات والميادين، الشعب الوحيد الذي لا يحق له شيء من هذا القبيل على ارضه هو الشعب الفلسطيني وبالتالي بفهم منك أن هذه العمليه ادت الى اعاده شيء من التوازن الى المشهد بواقع الحال و... هي كذلك احيت القضيه من جديد يعني لانه كانت خرجت حتى عملية. الان حتى الان ماذا سيجري في السياسي وكيف ستنتهي هذه العمليه وهل فعلا الذين يتحدثون عن حل دولتين وعن حق شعب فلسطيني سيذهبون في هذا الاتجاه عمليا وبالتالي تكون حرب غزة كما قلت حرب الحروب أنا أتمنى آخر الحروب أنا أتمنى ذلك أكيد أتمنى ذلك وأي مواطن عاقل وأي عربي عاقل وأي فلسطيني يتمنى ذلك أن تكون آخر الحروب آخر الحروب عندما تعطي الشعب الفلسطيني حق طيب إذا اعتبرنا أن هذه الحرب أوصلت إلى ما أوصلت إليه الآن من رأي عام من تحولات سياسية وما شابه فلنذهب في اتجاه علما أنه أنا لست كثير التفاؤل على الإطلاق بهذا الموضوع يعني وحضرتك طرحت سؤال أنه هل ترى أنه على أيامنا في ولادة الدولة الفلسطينية أنا لست يعني لا أؤيد هذا الرأي ليس انطلاقا من عدم رغبة الفلسطيني أو من عدم إرادة الفلسطيني كل الفلسطينيين بما يشبه الإجماع مع حل الدولتين لكن هل إسرائيل تريد هذا الشيء؟ هل ثمة من سيضغط على إسرائيل من القادرين على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي بأنه لا خيار أمام إسرائيل وأمام المنطقة على قاعدة لا سلام ولا أمن ولا استقرار ولا ازدهار ولا استثمار إلا بحل القضية الفلسطينية ماذا نريد امتحانا أكثر من هذا؟ ثمة من يرى مع الوزير أنه الحل يبدأ بتغيير واقع غزة يعني من ناحية حكم حماس لغزة وسقوط بالتزامن مع سقوط اليمين الاسرائيلي خروج هذه الحكومه ونتنياهو بحيث يعد يفصح المجال امام يعني وجوه جديده مختلفه اكثر عقلانيه داخل الصف الاسرائيلي. استاذ علي واقعيا يعني بدون عواطف وانا لست من الذين يعني يذهبون مذهب التحليل العاطفي لانه لأن غير مفيد لأن و... العاطفه العاطفه لا مكان لها في القراءه السياسيه نعم وتحديد المواقف السياسيه ولكن ماذا يفعلون الان؟ اولا غزه حماس لا تستطيع ان تمحو حماس لا تستطيع محو حماس مستحيل و... لكن هذا كان شعار هذا كان شعار طيب ماذا نشهد الان بالآلة بعمليه اطلاق الأسرة اطلاق سراح الأسر التفاوض مع حماس ليس فقط التفاوض، المشهد الشعبي على الارض وليس في غزه فقط في الضفة نعم في الضفة نعم المشهد كان واضح أمامنا يعني وأعتقد أننا جميعا رأينا هذا الأمر إذا كنا لا نريد أن نفتعل حولا سياسيا النظرة الواقعي إلى هذا المشهد تقول في قلب الضفة في قلب الضفة الهتافات لحماس أعلام حماس الاحتضان لحماس لماذا؟ لأن الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظة إضافة إلى إرهابه في غزة واستهدافه حماس كذريعة يرتكب ما يرتكبه في الضفة ضد السلطة ويسقط يسقط السلطة الآن نعم يسقط السلطة لا يضعف السلطة يسقط السلطة أكثر فأكثر بما يفعله بجنين وبنابلس وبتول كرم ومع الناس و ما ذكرناه في بداية الأمر عما يجري في الضفة طيب في هذه اللحظة بالذات يتخذون قرار بزيادة ميزانيات الاستيطان ويطلقون يد المستوطنين في الضفة وعم يسلحوهم والتسليح والتسليح هذا ماذا يعني؟ هذا ضد حماس، هذا استهداف لحماس، هذا اسقاط للسلطه، وهذا استمرار لسياده اليمين المتطرف، واحد، اثنين من قال اولا ان نتنياهو سيسقط؟ علامه استفهام كبيره. مع كل القول بانه نتنياهو انتهى هذه آخرين. اول مره بسمع من لا علامة من مراقب استفهام. هذا الكلام بهال علامة هالمعلامة. استفهام كبيره انه بعده المجتمع اليمين بعده المجتمع اليمين وحتى نتنياهو شخصيا وفي كل التقارير والتسريبات والمعلومات التي ذهبت والصراع القائم الان في اسرائيل بين من يقول ان اجهزه الامن ابلغت نتنياهو ونتنياهو يقول كلاما معاكسا لذلك وهو يفاخر بماذا؟ انتم تلومونني انا لم اتلقى شيئا هذا كلام نتنياهو بلعبه السرفايفر والبقاء وهو وهو بارع في هذا الامر وطبعا اعتذر وصار و... في مشكله وقتها من... ولكن, ولكن عاد وكرر الكلام أكثر من مرة وسرب أكثر من معلومة وكان بالناقص بعد أن يذهب ابنه إلى الدخول على هذا الخط ويقول نفس الكلام، الردود من الميل الثاني معاكسة، ذهبوا ليقول لحظة الأمريكيون كانوا ضد العملية أنا أخذت قرار العملية والاجتياح البري وقف إطلاق النار أنا ضد وقف إطلاق النار رفضت مبادرات عديدة أمريكية ولا أقول غربية أو عالمية أو أو أو, أو عربية أو ما شابه يعني يعتبر انه هو قائد هذه العمليه، هو يقود عمليه الانتقام من الفريق الاخر وتدفيع الثمن الاغلى والاكبر في حياته انطلاقا مما ذكرت بالكارثه التي حلت بغزه، هو يفاخر بهذا الامر. جانس مثلا جانس داخل الحكومه حديثا ضد نعم. نتنياهو بالاساس عندما جاءوا من قلب الليكود لاخراج نتنياهو قال ليس الان هو الوقت المناسب. طيب ما هو البديل؟ من سياتي؟ بما, اعتدنا عليه بما اعتدنا عليه علي نحن وياك زملاء نتابع كل شيء. انا دائم القول الاسرائيليون يتسابقون مش براز كان بالعمل؟ ماذا فعل؟ على اضطهاد الفلسطينيين من يقتل اكثر؟ من يهجر اكثر؟ من يوسع المستوطنات أكثر الإنجاز بالنسبة إليهم هو هذا ماذا يعني هذا؟ يعني المسألة لا حماس ولا فتح ولا منظمة التحرير ولا شرعي ولا ولا, ولا 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 الفلسطيني الفلسطيني على الأرض الفلسطينية والهدف هو الأرض الفلسطينية اخذين بعين الاعتبار منذ سنوات قامت الدولة اليهودية بما تعني من قوانين عنصرية بالكامل ضد الفلسطينيين على أرض فلسطين حتى داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي مما يعني انه الاسرائيلي سيستمر في هذا المشروع بوتيره اقصى بوتيره اقل هذا موضوع اخر يعني بهذا المعنى بهذا بهذا المعنى حرب غزه مستمره برايك؟ انا هذا رايي انا هذا رايي لن يقف الاسرائيلي عند حدود شمال غزه وعلى كل حال حتى الان لم يحقق شيئا لانه كمان القتل شيء والهدف شيء ثاني ما هيك؟ الهدف والواقع على الارض يعني لنعود الى مشهد اطلاق سراح الأسرة كل وسائل الاعلام العالميه باندهاش كامل يعني انه ماذا يجري؟ حماس تتلاعب بالاسرائيليين يوم تسلم الاسرى في منطقه معينه في قلب غزه ادعاءات الاسرائيلي اننا ازلنا حماس لا نحن هنا استعراض عسكري منظم صح ولا لا. أمام كل العالم. نعم. مرة بقلب غزة، مرة في هذه المنطقة التي دمرت، مرة في منطقتين. أمس خبر يعني غريب عجيب صراحة. إنه يحيى السنوار يلتقي بعض المحتجزين ويقول لهم أنتم في المكان الأكثر أمناً هذه الرسالة ليست لهم فقط لتطمينهم. هم كانوا يعيشون بنوع من الطمأنينة. وعندما خرجوا قالوا هذا الكلام نعم. لناحية المعاملة عكس المعاملة التي تحدث عنها الفلسطينيون المحررون هذه رسالة للإسرائيلي حيث نحن الوضع هو الأكثر أمانا في العالم نعم. هذا كلام لا علاقة له بالأهداف التي حققتها إسرائيل على الإطلاق ولم تحقق شيئا بالعكس لا يزالون موجودين يطلقون الصواريخ يديرون هكذا عمليه، يعني انا جلست فكر بـ بـ بامور بسيطه وانا يعني لست خبيرا عسكريا او لم انخرط في هذا الميدان يعني لا. مع كل تقديري لاخواننا ورفاقنا واحبائنا في فترات معينه الذين انخرطوا بالميدان العسكري يعني. لكن سؤال طيب ما هي القدره على الحركه؟ تنظيم هذه الحركه سيارات حديثه على ارض غزه بالمناطق التي دمرتها اسرائيل، ثم وسائل الاتصال مؤمنه بشكل كامل، منظمه بشكل كامل والتفاوض ماشي و... والتفاوض وصولا الى الاخراج الذي تم بهذا الشكل، لذلك انا يعني اعتقد ان هذه الحرب ستستمر لكن هي هروب الى الامام، طبعا هذا يتوقف على امرين استاذ علي. هل سنخرج بقناعه اولا امريكيه ثانيا غربية أنه آن الأوان لحل القضية الفلسطينية هذا سؤال كبير هذا سؤال اثنين الموقف العربي أنا من المقتنعين دائما قبل غزة وبعد غزة أكثر كنت دائما أقول كل ما يجري في المنطقة مع كل مشاكلنا الداخلية في كل دولنا تبقى. كل دولنا العربية فيها مشاكل ودخلنا بحروب وحروب بين بعضنا البعض وأخطأنا بتقديرات وأصبنا ببعضها وإلى ما هناك كل هذا الأمر لكن استراتيجيا استراتيجيا ما يجري في المنطقة سبب نشوء هذا الكيان هدفه فلسطين لكن عندما نقول هدفه فلسطين يعني العرب كقوة بشري وكثروه كبير هذا ربما ياخذ حلقات معنا انا كتبت كثيرا عن بتفاصيل منذ سنوات وسنوات طويله يعني موجوده كل ما كتبناه هنا لكن الآن, الان قبل ما تحدث غزه كتبت مقال منشور منذ اشهر في النظر الى الواقع العربي أن فلسطين هي الأمانة والكلمة. الموقف العربي في هذا الاتجاه أو ذاك يمكن أن يحدد مصير المنطقة قبل غزة. نعم. بأي معنى؟ وثبت الآن على سبيل المثال مثل بسيط وأنا أتمنى أن يكرس هذا الأمر. طيب ببداية الحملة ذهبوا إلى أين؟ قالوا إلى سيناء. صح صحيح مشروع سيناء ليس جديدا طرح في الستينات طرح في السبعينات طرح 2017 طرح 2018 انا نشرت خرائط ومعلومات وتصريحات لمسؤولين اسرائيليين 2017 2018 2013 2011 حول المشروع سيناء واصرار اسرائيلي بالذهاب الى سيناء كان استنفار مصري هذا حرب على مصر جيد ومن ناحيه اخرى الاردن الاردن غور الاردن نعم بفترة من الفترات كان جون كيري وزير خارجية نعم جون كيري يقول في كتابه في مذكراته ما أنا كتبت عنه وقال قبل ما يخرج أنا ذاك لكن أعاد التفصيل بمحاضر الاجتماعات في كتابه بمذكراته. عندما وصلوا إلى النقاش مع الإسرائيلي بموضوع الضفة والدولة والحدود وصلوا إلى غور الأردن نتنياهو باصرار لا نخرج من هذه المنطقه. منطقه استراتيجيه امنيه الى اخره، تصور ما يطرح الان طرح انذاك بوجه نتنياهو كان ابو مازن طرح قوات دولي ناتو اللي هلا عم ينطرح ما ليش قلت لك ما طرح الان ما يطرح الان تماما طرحت على غور الاردن انه يا جماعه تم تحل، فلتكن قوات الناتو في أكثر من هذا الأمر ضمان لإسرائيل، كان الجواب لا. تقدم الطرح أكثر وأبعد، قوات أمريكية وما مش الحال، كان الجواب لا يضمن أمن إسرائيل إلا إسرائيل. ماذا يجري الآن؟ نعم. بالضفة استهداف هذه المنطقة، طيب. بالموقف العربي قال الاردن لا وموقف الاردن الان السياسي المعلن على الاقل انه اعلن حرب هذا اعلن حرب وكلام يومي في كلام من اقسى انواع الكلام على ما تقوم به اسرائيل هذا الاردن الذي وقع اتفاق ودعوا الى اعاده النظر بالاتفاق بالمجلس النيابي نعم ومصر نفس الشيء والمظاهرات بالاردن مظاهرات بالاردن أستاذ علي منكم يا معبره الاسبوع الماضي ابو عبيده وجه نداء للخروج بمظاهرات وضع الاردن حساس خرجت الاف الناس في المظاهرات ابو عبيده لما وعملت شوية ردود فعل انه هذا تدخل بالشان صحيح الأردن. صحيح صحيح ولكن انا اتحدث استياء. عن الواقع الداخلي نعم نعم هذا الموقف المصري هذا الموقف الاردن اخر العمليه حتى الان اخر الاسرائيلي لم يتراجع بعد على الطاوله مشروع مشروع الاسرائيلي مستمر جهد. ما اقوله اتمنى اتمنى بكل واقعيه انه نحن ببيروت عقدت المبادره العربيه صحيح صح؟ 2002 ما هو القرار؟ علاقات طبيعيه مع اسرائيل. نحن وافقنا على علاقات طبيعيه صحيح. مع اسرائيل الأرض صحيح الارض مقابل السلام صح ولكن ولكن مقابل انسحاب فلسطيني، دوله انسحاب اسرائيلي عفوا، دوله فلسطينيه، حقوق الناس، صح ولا لا؟ صحيح طيب انا اتمنى على قاعده هذه التجربه البسيطه المؤقته حتى الان وامل ان تستمر. عندما قلنا لا يعني شاوروا حملتكم كما يقولون ان قدروا الامر حرب على مصر وحرب على الاردن يعني المساله ليست مساله حماس اكثر فاكثر هي على العرب انتبهت هي على العرب، لذلك يا جماعه لنستمر على هذه المواقف بتحديد نقاط لا يمكن التراجع عنها واوراق تشكل الحد الادنى ولكن الاقوى لا. الرادع الذي يمكن ان يدخلنا في طريق البحث عن حل، خارج ذلك لا المشروع الاسرائيلي. يعني حل. نتأمل نتأمل انه يكون في يعني ننتقل الى المرحله السياسيه باسرع ما يمكن، انا بدي اخذ فاصل قصير معك معالي الوزير، نحن فاصل قصير بنرجع بالقسم الثاني وندخل الى المنحى اللبناني، الى المنزلق اللبناني اذا صح التعبير. خليكم معنا. عودينا معكم مشاهدينا الكرام هذا هاشتاغ سياسي هذه الليلة مع معالي الوزير السابق الأستاذ غازي العريضي والقسم الثاني عنوانه لبنان بين نار غزة ونار الأزمة الداخلية مع الوزير حرب غزة انعكست على لبنان ثم من يقول إنه هو أهم أكثر بلد انعكست عليه ويمكن هذا امر طبيعي. تدخل حزب الله في جانب من هذه الحرب، مناوشات، دخل فصائل فلسطينيه على خط هذه المناوشات. برايك هل كان صائبا قرار حزب الله ان يتدخل في حرب يمكن ان تجر حربا على لبنان؟ اولا ساجيب على الشق الثاني. انا ضد تدخل الفصائل الفلسطينيه. هذا موضوع له خصوصيه لبنانيه المقاومه على ارض لبنان قامت بدورها على ارضها وحققت انتصارا كبيرا على الجيش الذي كانت اسطورته انه جيش لا يقهر هذا على ارضنا سنه 2000 نعم بتراكم مدى نعم. من المقاومه الوطنيه وصولا الى المقاومه الاسلاميه نعم فهذا موضوع انا اعتقد لا يخدم لا لبنان ولا الفلسطيني. رايي مع كل التزامي بالقضيه الفلسطينيه وبحق لبنان بالدفاع عن نفسه. واحد. فيما يخص حزب الله. الناس كانوا يتوقعون ولنكن صريحين. ان حزب الله سيدخل الحرب وهو يريد الحرب الواسعه المفتوحه وازاله الكيان والى اخره وكذا وكذا وكذا, وكذا. وكانت تحذيرات. حزب الله قام بنوع من الرد او المسانده ان صح التعبير ضمن منطقه قواعد الاشتباك في البدايه وهذا الامر لم يكن المره الاولى التي يحصل فيها سابقا حصلت مناوشات واطلاق صواريخ من هنا ومن هناك لكن كله ضمن قواعد الاشتباك الاهم في هذا الموضوع ليس جوابي ولدي بعض المعلومات حول كثير من الاتصالات التي جرت ليس في لبنان لكن حول لبنان وحول هذا التدخل سواء مع الامريكيين او امم متحده او غيره وصولا الى الى اسرائيل نعم الاهم هو قراءه الطرف الامريكي لهذا الامر منذ اللحظه الاولى سمعنا من امريكا امرا بالموضوع الكبير غزه ليس لدينا أدلة على تورط إيران في وقت كان كثيرون يتحدثون عن أنه إيران هي اللي عملتها نسقت وخططت وكيفت وقررت و و و و هذا كلام أمريكي صحيح واستمر والتواصل الأمريكي الإيراني مستمر حتى الآن عبر قنوات مختلفة على قاعدة ضبط الأمور عدم توسيع دائرة الحرب ولعبت أمريكا دورا حتى الآن في لجم الإسرائيلي بالذهاب إلى حرب ضد لبنان ضمن إطار هذا التواصل الأمريكي الإيراني حزب الله تدخل لكن كما قلت حتى الإسرائيلي في المرحلة الأولى الردود رغم يعني الإصابات الدقيقة التي لحقت ببعض مواقعه وأجهزة التنصت والكاميرات وغيره لكن بقيت محدودة ضمن دائرة قواعد الاشتباك ولا تزال رغم أنه التوسع والاستهداف الأبعد جاء من الناحية الإسرائيلية هذا ليس رأيي وليست معلوماتي هذا الموثق بكلام لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الذي عندما بلغت الأمور حدا خطيرا أرسل كلاما واضحا لنظيره جالنت أنه أنتم فعلتم واحد اثنين ثلاثة محددة بالرسائل بوضوح ما هي التجاوزات التي حصلت أيضا من الأمم المتحدة مرارا اليونيفل بالتالي حتى الآن يمكن أن نقول نحن في مدار الحرب لكن هذه الحرب الكبرى على لبنان لم تقع ولو كان الإسرائيلي قبل غزة قبل غزة منذ سنوات يهدد يوميا الناس الموجودون في الحكومة الإسرائيلية كانوا يهددون بشكل دائم صحيح. تدمير لبنان إعادة لبنان إلى العصر الحجري كذا 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 يعني هذا الأمر ليس نتيجة لحرب غزة هذا أمر سابق كان يكرره الإسرائيليون بشكل دائم وكنا يعني نحذر من مغبة هذا الأمر مع كل مسؤولياتنا الداخلية وخلافاتنا إذا أردت أن نتحدث لمشكلة في ذلك لكن صورة الواقع على أرض الجنوب هي كذلك حتى الآن نحن في مدار الحرب لكن لم تقع هذه الحرب لكن لكن المأخذ مع الوزير نعم. هو أنه عم شوفك عم توصف هذا الموضوع لكن أين الشريك اللبناني أين الشركاء لا بالوطن لا هناك جهة تتخذ أنا قرار أنا أنا الدخول أنا على أنا أزمة كبيرة كبرى أنا, أنا معك أنا معك وحق هذا السؤال مشروع أنا لا أتجاوز هذا الأمر نعم ولا أتهرب منه لا سمح الله يعني أنا نعم. حاضر للنقاش معك بكل الأمور تفضل وأنا وصفت الواقع إيه طبعا وصفت الواقع كما هو بدءا بدور الأمريكي مرورا بالعلاقة مع إيران والحرص المشترك على عدم تدهور الأمور وهذا أكبر قلت لي أنه ما في حرب أنا هاي. لم أقل قلت نحن البدان. في مدار الحرب لكن الحرب لم تقع بعد بدقة قلت هذا الأمر يعني, يعني حتى لو حزب الله ما بده لا يريد الحرب لا يستطيع أحد أن يضمن الجانب ممكن يستطيع. هوليك يروح لا يستطيع أحد وهم يقولون ذلك وكل مازق في غزه بنظره ربما ياتي بهم الى هنا، اضافه الى ذلك كثيرون اليوم في الغرب في الغرب، يعني عندما ياتي التحذير من امريكا، هل ياتي مني او منك؟ مني او منك وياتي من الاداره الامريكيه طبعا طب والاداره الامريكيه بكل مسؤوليها هي الاكثر تواصلا مع الاسرائيلي ومعرفه ودقه بالعقل الـ 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 الاسرائيلي وخلفيه التفكير، ما بالك ان الاسرائيليين يعلنون ذلك يعني أنا لا أبرر لأحد ولست في موقع الدفاع عن حزب الله، إذا أردت أن أتحدث عن ال 1701 وما يجري في الجنوب، أنا كمواطن لبناني ويجب أن نكون جميعاً تحت هذا السقف يعني بال 1701 سؤال لكل العالم هل نفذت إسرائيل ال 1701؟ لم تنفذ شيئاً هل نحن في وقف إطلاق نار حتى الآن؟ من ال 2006 لليوم إلى وقف عمليات الغجر طب ما كل قرارات الأمم المتحدة المندرجه تحت ال 1701 تطالب بالانسحاب من الغجر، هل انسحبت من الغجر؟ لم تنسحب لماذا؟ طيب الخلاف على النقاط الباقي 13 اذا تحدثنا عن النوايا يا استاذ علي طب ما ذهبنا الى اتفاق حدود بحريه مع اسرائيل منذ اشهر بالمعنى المجازي للكلمه من كم يوم قبل الحرب يعني إيه طبعا ذهبنا الى اتفاق ترسيم حدود بحريه مع ما يعني ذلك من ثروات ومن 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 وما كتب هنا وكنت الان اقرا لك يعني انه اسرائيل دام الشرق الاوسط مشروع قديم بنقل النفط والغاز الى اوروبا والعالم. يعني لبنان ليس ضد الذهاب الى تطبيق القرارات الدوليه وان تلتزم اسرائيل بها، لكن المشكله ان اسرائيل تستبيح كل شيء، كل يوم الطيران فوق رؤوسها، والتنصت والاغتيالات منذ فتره طويله والى اخره. فيما يخص الشريك اللبناني نحن امام معضله لبنانيه لبنانيه قرار الحرب والسلم قرار الحرب والسلم استراتيجية الدفاعية باعتراف رئيس حكومة يا حبيبي هذا ليس جديدا لا نحن. بس رئيس حكومة إلا رمزية لما هو علنا بيحكي فيها بهذه الطريقة يعني هذا خياره هذا رأيه <applause> أنا لم أكن مع هذا التوجه أنه يعترف فيها هيك مش أنه يعترف أنه أنا عندما نبني سياسة معينة على هذا الأساس هذا يستلزم نتائج كثيرة في الداخل نتائج كثيرة في الداخل فيك لا أو ما فيك لا هذا شأنك أنا لست في موقع الإيجابي عن أحد نعم أوكي نعم بمعرفتي المتواضعة بالواقع السياسي الداخلي مع ذلك مع ذلك سأعود إلى 2006 نحن تحدثنا ب 2006 على طاولة الحوار بأدار 2006 عن استراتيجية دفاعية صحيح بمعلوماتك وكثيرون ينسون وقبل أن يصل الرئيس ميشيل سليمان الله يوجه له الخير يعني ويعاد طرح استراتيجية دفاعية نحن اول حزب في لبنان قدم في حزيران على طاوله الحوار المستمرة اول ورقه متعلقه بالاستراتيجيه الدفاعيه والرؤيه السياسيه الامنيه للمرحله المقبله انطلاقا من ان اسرائيل هي العدو لكن في النهايه يجب ان نتفق لبنانيه وبالتالي انا اي كلام بهذا الشان ينطلق من هذه النقطه لكن نحن يعني هذا موضوع كبير ومصيري أقل من هذا الموضوع بكثير نحن منقسمون ومختلفون وحاقدون على بعضنا وكل العالم يشهد علينا وللأسف سمع المسؤولون اللبنانيون في مواقع مختلفة التحذيرات والتنبيهات والإهانات بالإصلاح وبضرورة اتخاذ قرارات قبل انفجار المرفأ بعد انفجار المرفأ ولم يكن تم شيء نحن محكومون نحن محكومون بالمعادلة التالية هذا الكلام ليس جديداً ليت معدلة. الوقت يسمح لك لاقول كل ما جرى ب 2006 على ال 1701 وانا شاهد على ذلك وبعد ان صوتت الحكومه ماذا كان رايي وكلامي مع المعنيين المباشرين الذين تقصدون هذه بدنا نرجع نعمل عليها شيء هذا بالتوثيق كلمه كلمه نعم نعم لكن انا قناعتي الثابته منذ منذ زمن طويل وقعنا. خصوصا في تلك المرحله وحتى الان وقعنا وقعنا لا يستطيع احد مهما امتلك من قوة ومن إمكانات أن يتجاوز الشريك الآخر في البلد. لا يستطيع، ولا يستطيع أحد أن يلغي أحداً. هذه طبيعة لبنان وهذه خصوصية لبنان. هذا الأمر يستوجب منا جميعاً البحث عن كيفية، عن كيفية تثبيت العقل الجماعي في لبنان. العقل الجماعي. نحن الآن عقول مشتتة عقول مشتتة هنا أهمية رغم كل تجاربنا السابقة بالفشل بالتوصل إلى حلول أو ما شابه علما أننا توصلنا إلى ثوابت نحن بالنسبة إلينا عندما نقول 2006 في أكثر من المحكمة الدولية السلاح الفلسطيني خارج المحيمات من أخطأ أو غيره أيضا هذا بحاجة إلى حلقات لأن ثمة كثير من الأمور نعم. حول هذه النقاط ولكن العقل الجماعي اللبناني هو الذي يجعل اللبنانيين في حوار دائم مع مع كل متاعب ومصاعب الحوار والاجابه السريعه وماذا حقق الحوار ومن لم يلتزم مجبورين يحكوا مع بعضهم نحن شركاء يا اخي بدكش تصفي شركه بدك تحكي بدك تنمي شركه بدك تطور شركه بدك تفعل شركه بدك تحمي شركه بدك تحمي ارث بدك تحمي ثروه بدك تحمي امن بدك تحمي استقرار كلام الشراكي له ترجمه من قبل الجميع اخذين بعين الاعتبار انه باستطاعة اي كان يعني بخفة وعن سابق تصور وتصميم م? ان يستخدم خطاب التخوين والاتهام والتشكيك والتهديد والوعيد وانا استطيع وانت تستطيع كل واحد على هذا التليفون يستطيع يعني. هذا لا يؤدي الى حلول كفى لبنان ما جرى به اليوم 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 قبل غزه قبل غزه وقبل ذهاب حزب الله الى هذا التدخل الذي وصفناه كما هو نحن متفقين على رئيس اركان جيش عسكري يعيش على 100 دولار بالشهر مساعدة من الولايات المتحده على قائد لأدنين. الجيش مش مش قادرين نحلها كمان نحن متفقون على على تعيين قائد جيش او على التمديد لقائد جيش او على ملء شهور أصبحنا أمام شغور في الرئاسي شغور في الحاكمية شغور في الأمن العام غدا لا سمح الله شغور في الجيش في رئاسة الأركان هذا يستدرجنا إذا إلى هذا الموضوع حتى نقدر نلحق على بعض المواضيع يعني الأزمة الداخلية مع, مع الوزير يعني يعني من نطوت صفحتها كانه اعتاد الجميع المستوى السياسي على هذا الشغور الرئاسي، الشغور في حاكميه مصرف المركزي، قياده الجيش واصلي بيلحقها بعدين الامن الداخلي اكيد و... و... وبعدين كيف؟ كيف يمكن باختصار شديد الخروج من هذه الازمه من هذه الاستحالات اللي اللي وقفت ببعضها؟ في مشكله مستعصيه كبيره مرض من امراض السياسه اللبنانيه المتفشي ب... نعم بحدود بعيده الان بالجسم اللبناني الحسابات الشخصيه والاحقاد للاسف للاسف انا مع احترامي وتقديري لكل الناس انا اقل الناس انا رافقت الاخرين تعلمت منهم كل ما شئت يعني تجربتي متواضعه ولكن بحدود عقلي من انا لا اقتنع بما يطرح من مبررات من هنا ومن هناك شفتك بس بدي اقطعك معلش شفتك عم عم بتاشر هيك لا لا, <applause> لا لا لا, لا هيدي الحكومات هيدي الحكومات الست اللي شاركت فيهم هلا كله عظيم اللي لفت لي نظري هي هيدي الحكومة اللي إذا بيقدروا يفرجوها الكلب الأبيض وفي واحد لحاله فاتح على حسابه بالأسود ليش؟ لا مش فاتح على حسابي وما عم زيد على حدا ليه؟ هاي حكومة صارت بعد اغتيال الرئيس الشهيد وهنا إيجابي على الواقع السياسي اللبناني الداخلي يا أستاذ علي تفضل تصور

اغتيل الرئيس الشهيد احضرني دقيقتين اي كنا في قمة الغضب جميعا ترافقنا طبعا كان المطلب أولا الاتهام للنظام الأمني اللبناني السوري مطلب استقالة رئيس الجمهورية أو إقالة رئيس الجمهورية خروج من بعبدا إلى صح؟ صحيح لسوء تقدير في السياسة من وجهة نظرنا هذا الأمر يعني لم يوافق عليه عدد من أركان 14 دار أنت تعرف هذه المسألة وبالتالي فاتت اللحظة طيب. انتقلنا إلى مرحلة إجراء انتخابات أجرينا الانتخابات ماذا بعد الانتخابات؟ ما شكل حكومة كيف تشكل الحكومة؟ يسمي المجلس النيابي عند رئيس الجمهورية الكتل عند رئيس الجمهورية طبعا تطلع لعند رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس نريد فلانة صح؟ هذا الذي كنا نطالب بخروجه يصدر مرسوم الحكومي يوقع رئيس الجمهورية صح صحيح نذهب إلى الحكومة يرأس الجلسات رئيس الجمهورية ساعة يشاء فهذا هذا خصوصية الواقع اللبناني التي لا علاقة لها بأي أمر آخر بحساب تجبرك أنك بدأت هذه لذلك استفيد من هذا السؤال للإجابة على السؤال الأول إذا أردنا أن نتعلم من هذه النقطة فقط في لبنان، نعرف معنى أن نكون على تواصل دائم لنعرف كيف نجمع العقل الجماعي اللبناني للخروج من أزماتنا. هنا دخلت أنا يوما طبعا البعض كان عابسا يعني شو جاي يعني بهذا الشكل أو عملية مزيدة أو ما شابه؟ أعتذر من الرئيس نبيه بري الأخ والصديق والحبيب يعني بالنسبة لي يعني والعلاقة عمر آه رفقة كبيرة يعني دخل وعلى طريقته كيف يستخدم أسلوب المزح يعني يركب نكتة و... على الخبرية على ال... على ال... الكلام السياسي شو 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 حادث شو في؟ قلت له ولو مع كل الذي جرى ليس ثمة موجب لحداد قال لي ليش شو في؟ قلت له حداد على الكرامة والأخلاق خرج قال له انا تعلم من التجربه بس على الاقل هذا رايي يعني هيدي الصورة يعني وقمنا بدورنا بالسياسي و... نعم لا ما في شك في أمكنة يعني تفهمنا مع الذين كنا على خصام معهم وفي محطات اختلفنا مع الذين كنا معهم يعني الخصوصية بالأكومي. اللبنانية اللي عم الخصوصية العالم. اللبنانية بنتغنى فيها أمام كل العالم نتحدث عن التنوع أوه. الذي هو ميزة هذا البلد يا أستاذ علي يا عزيزي هذا الكتاب من 14 عشر كتاب أنا بعتبره الأهم خلينا. لبنان الثمن الكبير للدور الصغير هذا بعد الحرب مباشرة بعد الحرب الداخلية الله يساعدنا يعني أوكي. ثمن الكبير. الثمن الكبير للدور الصغير هذا البلد النكهة هذا البلد نعم. الميزي هذا البلد الدور هذا البلد التنوع هذا البلد الذي فيه طاقات وامكانات مع احترامي لكل المحيط غير موجوده ونكهه السياسي والاعلام والحريه والديمقراطيه وكل ما شاب يضحى به بهذا الشكل يترك بهذا الشكل سؤالي الاخير شان داخلي حزبي انت كتبت بمقال بالانباء من فتره وهيك عندك يعني هيك عباره كتبت عن تيمور جملاط بين مسؤوليه الامانه وامانه المسؤوليه تلازم تام يميز موقع من يتعاطى في اداره الشان العام كتبت ب 6/9 23 بالانباء وتحيه ل ومقال لزول... عام ونشر بالانباء يعني. وتحيه لزملائنا بالانباء وحيث نشر ايضا تقييمك للسنه الاولى لقيادة تيمور جبلاط أو الست أشهر الأولى لقيادة تيمور جبلاط لم يخرج عن مسؤولية الأمانة وأمانة المسؤولية أبدا وفي اعتقادي لم يخرج يعني مش أنا مقتنع بهذا الأمر لكن ما في شك أنها من أصعب الأشهر التي يمكن أن يعيش أي إنسان ما بالك شخص يتحمل مسؤولية هذا الإرث الكبير والتجربة السياسية الكبيرة والإنجازات الكبيرة والتاريخ الكبير الذي صنع من ايام كمال جنبلاط المعلم والقائد الكبير الشهيد وما انجزه وليد جنبلاط الزعيم ووجوده ايضا ايضا بخضم ما يجري الموضوع. في الداخل يعني ليس امرا عاديا ان يتنكب له اي انسان في موقع المسؤوليه ليتحمل المسؤوليه ويعطي رايا ويقود حركه سياسيه معينه دفاعا عنها او في اتجاهه او بحثا عن هذا العقل الجماعي، ماذا يفعل تيمور جنبلاط اليوم؟ ثم جاءت غزة وما أدراك أنا حاجة. سؤالي اللي باعتبارك رفيق وللجملات أكيد. رفيق. دربه هذا عمري سياسي عقود عقود عمري سياسي يعني ما فينا نفصل حياته عن حياتك ولا حياتك عن حياته هذا عمري السياسي بكل شغف وهذه كل الناس شغف. بيعرفوها هذا عمري السياسي سياسي. ولذلك أتحدث بواقعية وأنا ما عشت لحظة لحظة تملق أمام أحد على الإطلاق ما أقوله الآن هو الواقع الذي يعيشه تيمور في بداية هذه المسيرة ومع ذلك بشكل دقيق ومضبوط يقوم بحركه سياسيه بالتعاطي مع كل القوى السياسيه بالبلد بالزيارات بالمواقف بحثا عن توافق ماذا يعني التوافق الشراكي غلوني. يعني العقل الجماعي اللبناني نحن جميعا معنيون هذا ما يقوده هذا بحد ذاته بدايه معموديه كبيره معموديه كبيره لانه للاسف يعني اي عاقل يواجه الكثير من العذاب في معايشة ومواكبة هذه الحالة اللبنانية ممكن. مع هذه الخصوصية والميزة اللبنانية حمل كبير حمل كبير هذا هو. والظرف صعب طبعا. انا بدي اتشكرك بنهاية هذه الحلقة مع الوزير يعني هذه الحلقة بيسوى ما تنعمل 55 دقيقة لازم تنعمل 550 دقيقة طبعا مع من لطفي لأنه من فعلا يعني بحر من شكرا من المعلومات ومن المضمون اللي يثري الناس بتشكركن مشاهدينا الكرام أيضا ونلتقى الأسبوع المقبل بنفس الوقت خليكم معنا